أبلغ التعبير في بعض الأحيان السكوت. أبلغ التعبير في بعض الأحيان السكوت. تسكت عن إيش يا فيصل؟ يا زياد أنا شفي بعيدا عن الناس، يا زياد أنا شفي بعيدا عن الناس وعن كل ما يسمى لها الغير بسمة. أبترك أهل اللي معاليقه هي باس عمر البحر ما زادها الغيم بالماء. عمد طاولة كلاهنت. أبترك؟ أبترك أهل اللي معاليقه هي باس. منهم اللي معاليقهم يباس؟ واجد. أبرزهم؟ هل تسببوا في عدم إجاباتك؟ ما في شك إني أنا أرمي إلى شيء أتعمد بعد. كيف قدروا يؤذون فيصل على المستوى النفسي على الأقل؟ لا ما في أذى. أو حاولوا؟ لا ما في أي أذى نفسي ولا، لكن أنا أعرف إلى أي مرحلة يجب أني أوقف فيها من نفسي. أنا لبيب وأفهم بالإشارة وأعرف. هل إشارتهم ما عاد نبغاك؟ لا بالعكس، لو ما كان يبغوني ما كان صرت بالبرنامج. ليش تعاقبهم طيب بهالأسلوب؟ لا أنا ما أعاقبهم. هم هل يستحقون العقاب؟ والله الجمهور هو اللي يقرر. هل يحابون؟ ما ادري. نور الدنيا فيصل على فكره. الله يطول عمرك. حياك الله يا ابوي. فيصل صفر من الجوله الاولى،